طيب بشكل رسمي النادي الاهلي اعلن عن القائمه الافريقيه الخاصه به في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد وبدايه مشوار الدفاع عن اللقب للموسم الثالث على التوالي. اللقب باذن الله تعالى يكون رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي، وهو لقب غالي جدا 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 علينا كلنا وبطوله مهمه بالنسبه لنا. فهقول لحضراتكم القائمه اللي اعلنها النادي الاهلي امبارح بالليل، لان امبارح كان اخر ميعاد لارسال القائمه الافريقيه للاتحاد الافريقي. ف وبعد كده بعد ما اقولها لكم هشرح لكم الامور بتبقى ماشيه ازاي. قائمه الاهلي الافريقيه الموسم الجديد: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، دول في حراسه المرمى. طبعا الاسماء كلها هتشوفوها على الشاشه دلوقتي. كمان في خط الدفاع: سعد سمير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، بدر بنون، ايمن اشرف، احمد رمضان، بيكم، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد. في خط الوسط: كريم ندفد، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، اكرم توفيق، محمد محمود، محمد مجدي قفشه، ناصر ماهر، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، جونيور اجايه، احمد نبيل كوكا، احمد سيد غريب، ده من قطاع الناشئين هو كوكا طبعا، والتر بواليا. في خط الهجوم هو صلاح محسن، مروان محسن، ومحمد شريف. دي قائمه النادي الاهلي مكونه من كام لاعب بقى؟ من 33 لاعب. طيب ليه الاهلي اعلن عن قائمه مكونه من 33 لاعب؟ دي لقطات للمران الاهلي اللي بيجرى في هذه اللحظات، وحضراتكم معانا كده لحظه بلحظه كل التفاصيل بنعرضها لحضراتكم، لكن انا عايز اشرح بس الجزئيه بتاعت القائمه الافريقيه لان في تساؤلات كتير جدا عليها. القائمه اصلا الاتحاد الافريقي سامح لك انك تعيد كام لعيب؟ 40 لعيب. 40 لعيب يكونوا في قائمتك، تمام؟ تحسبا لاي ظروف والكورونا وكلام من. ف 40 لعيب عدد وافر من اللاعبين. طيب. الاهلي اي 33 لاعب فقط لا غير، ليه؟ لان الحد الاقصى ليك انك تأيد في فتره الانتقالات المقبله اللي هي هتكون في يناير بقى تقدر تأيد كام لاعب؟ 7 بس. يعني مثلا الاهلي لو كان أيد 25 لعيب بس مش 33 كان برضه هيجي في يناير يأيد 7 بس، يعني كانت هتبقى قائمته 32 لعيب. فاهم قصدي؟ فبالتالي الاهلي أيد 33 وكده كده في 7 اماكن شاغره لاي اضافات جديده. انهي اضافات بقى؟ سواء الاضافات اللي ممكن تحصل في الصيف الحالي بعد انتهاء بطوله الدوري وفتح القيد المحلي، باب القيد المحلي، تمام؟ دي هتحطها في القائمه الافريقيه في يناير، او حتى الاضافات اللي ممكن تعملها في شهر يناير نفسه. ليك 7 اماكن تقدر تضيف فيهم عشان تبقى قائمتك كامله 40 لاعب مقيدين في القائمه الافريقيه. طب السؤال الثاني كده، في حالة الأهلي أعلن عن صفقات جديدة بعد انتهاء الدوري، هل الصفقات الجديدة دي حق ليها إن هي تلعب السوبر اللي هيكون في شهر 9 قدام الرجاء؟ لا، ما يحقش ليها، لأن أنت خلاص كان آخر يوم امبارح تأيد لعيبتك. فالأهلي طبعا أيد الناس الموجودة لأن الباب القيد المحلي مقفول، وأنت ما ينفعش تأيد أفريقي من غير ما تأيد محلي، تمام؟ فأنت هتلعب السوبر بال 33 دول، السوبر الأفريقي أمام الرجاء بإذن الله تعالى، وهتلعب دور ال 32 اللي هو هيكون في شهر 10 القادم. الاهلي هيواجه مين؟ يا اما بطل النيجر يا اما بطل بروندي. هتلعب برده بال 33 لعيب. طيب الاضافات بقى هتلعب امتى؟ بدايه من شهر يناير تكون موجوده في قائمتك، لكن دور ال 16 اللي هو بعد دور ال 32 هيبقى في شهر فبراير، فبالتالي هيبقوا متاحين بالنسبه لك انك تلعب بيهم بعد تسجيلهم محليا ثم افريقيا. فده كان توضيح مهم جدا لازم نقوله للجمهور، لان كان في تساؤلات كتير جدا بخصوص الجانب ده تحديدا. فبالتالي الانديه اللي مشاركه في البطولات الافريقيه من مصر خلاص هم ايدوا قوائمهم اللي موجوده اصلا عندهم، ما اضافوش اي صفقات جديده لان باب القيد المحلي مقفول، سواء الاهلي، الزمالك، المصري، بيراميدز. ده فيما يتعلق بالقائمه الافريقيه.